احنا طالعين من المحطة. افتح يلا. في الفيديو اللي فات كنا صورنا لكم واحنا رايحين على الشغل، دلوقتي طالعين من محطة وست مانستر. احنا النهاردة كان 28 ديسمبر، فاضل يومين على السنة الجديدة، الساعة 8:15 بس، برضو يعني لسه تحس انها الجو مظلم. ده مبنى البرلمان، ودي ساعة بيج بن بتتجدد، لوجو الاندر جراوند. وده انا طبعا شعره very complicated. متأكد مش حد. دلوقتي الإشارة خضراء هي لل مش عارف. اتفرج بقى على الشرطة الإنجليزية. Morning. مبنى البرلمان، هاوس اوف بارلمنت، تقريبا الاعمال الصيانه لحد كبير بدات تخلص. ده كوبري قصر النيل الانجليزي، لندن اي. ده ممر العجل معمول جديد، يعني هم حتى لسه بيعملوا فيه، يعني شايفين الكوبري عامل زي الكوبري مثلا، ده شبه كده في مكانه، شبه كوبري قصر النيل في القاهرة في وسعه، يعني شبه كوبري عباس كده مثلا تقريبا. كان حارتين رايح حارتين جاي للعربيات، مفيش جزيرة في النص. جم من حوالي مورنينج هاي يور اوكي. الناس هنا كلها لذيذة، مش كلها يعني، الناس لذيذة لحد كبير. جم من شهرين كده بدأوا ان هم يعملوا ممر للعجل على الكوبري هنا. هو كان في ممر للعجل قبل وبعد الكوبري، ما كانش على الكوبري نفسه، فعملوا بقى ممر للعجل، لان الحتة دي اصلا فيها كونجيشن شارج، فاي حد بيعدي هنا لازم بيدفع 15 باوند عشان مجرد بس يدخل المنطقة بتاعت وسط لندن دي. بتلاقي ناس كتيرة اصلا هنا يعني جاية لشغلها المنطقة بتاعت سنترال لندن دي جاية بالعجل. في فيديو برضو كده هتلاقوا اللينك ليه وهتلاقوه على القناة، كنت انا مصور قبل كده قد ايه كمية الناس اللي رايحة شغلها بالعجل في المنطقة دي، لان طبعا يعني مفيش ركنات زي ما انتوا شايفين الوضع، والبيوت والشوارع الضيقة، مفيش ركنات من جانب، ومن جانب تاني عاملين بقى الكونجيشن شارج، تدفع 15 باوند علشان تعدي من هنا، مبلغ كبير مش قليل. لسه في بواقي انوار الكريسماس اهيت، ممكن تكون شويه باينه من ال، ودي مستشفى سان توماسز، المستشفى اللي انا شغال فيها دلوقتي، يمكن اسيبها قريب. المكان رغم جماله لكن برضه متعب. وقدامنا كده شوية فنادق، وهنا ده المبنى اللي كان مبنى الحكومة الإنجليزية لغاية الثمانينات، بعد كده ما اعرفش راح فين. في مبنى في الوش كده، ده مبنى تقريبا الام 5، بيسموه تقريبا الام 5 اللي هي المخابرات الإنجليزية. مبنى البرلمان وساعة بيج بن تاني. الجو لذيذ الحمد لله. الشتاء السنه دي معقول، ده اول شتاء ليا في انجلترا. الشتاء معقول مش برد قوي. لندن بصراحه يعني لحد ما دافيه مقارنه مثلا من اللي بسمعه من صحابي وزمالي في باقي اليو كي، فلندن الى حد ما دافيه.
درجة الحرارة مثلا تعمل لها دلوقتي 11 12 يعني which is good يعني ده كويس. طبعا ممكن يكون الناس بتستغرب ان بقول على 10 11 كويس، بس 10 11 درجة الحرارة كويس. Morning. الله المنظر جميل. مع اثر مطره خفيفه كده في الارض والارض مبلوله، بصراحه مدي منظر جميل قوي. مسرح قدام الشغل رمضان كريم to you all. The entire members of Camberwell Islamic Center express our profound gratitude to the amazing staff and all those working tirelessly on the front line to keep us safe. CIS اللي هو ايه بقى Camberwell Islamic Center members pray that God Almighty protects you all. ودي هنا thanks من ايه Camberwell Islamic Center. كامبرول دي اللي فيها مستشفى كينجز كوليدج، كنت برضه اشتغلت فيها شوية. دي مستشفى سانت توماسز، يعني تقريبا أكبر وأحسن مستشفى في اليوكي. فين مانجمنت ديبارتمنت. حاجة من الحاجات برضو المختلفة في المستشفيات هنا الـ pain management department أو نقول عن specialty مثلا اللي مش موجود بصورة كبيرة في كل المستشفيات عندنا، بس بصراحة حاجة جميلة جدا يعني وبيساعد الناس بصورة كبيرة من حد يكون professional في الـ pain management، مش أي بس ادي أي مسكن وخلاص. بقى طبعا هنا كده المستشفى باينه وقدامها الهاوس اوف بارلمنت ويساعد بيج بن، بصراحه حاجه جميله جدا يعني. ده باركينج برضو، بس طبعا يعني هتلاقي معظم عربيات الامبولانس والان اتش اس، صعب جدا انك تلاقي باركينج تجيب عربيتك تركن هنا. دي المستشفى. يلا شكرا بقى، ندخل نبدا شغل بسم الله.